نعم، ما في دخان بلا نار. كتاب لازم كلنا نقرأ، اسمه Other Dimensions. كل طاقة في طاقة أقوى منها، كل بعد في أبعد، وفينا نطول العالم الأكبر. هيدا كتاب تقروا على الموقع، بيقلكم في حقيقة يوفوز، ناس من برات الكواكب وموجودين في عوالم غير هاي، رحنا ما رح نفهمهم. تحضروا فيلم كوكونز، أسرى بعبده، ري انكرنيشن، تقمص موجود بتموت وبتحيا أحياء عند ربهم. في تنبؤات وفي أنبياء وفي أشكال بتخوف، غوستس، كأنه هيك شي شيطاني، أرواح شريرة عندها غضب وعندها هيك وأشياء كتيرة. هالكتاب Others Dimensions بيقول هيدا هالعلم ما بينشرح، unexplainable، انت بتختبره. انت بتجوع وبتعطش وبتشرب المي، بمجرد بس تشوف عن شو عم يحكي بتخاف. الاطفال بتشوف بس نحن ما بنفهم عليهم. قبل ما يموت بيعرف، في كتار عرفوا. هي حامل بتعرف اذا بنت او صبي، ما لازم نمرق مكانات. اسرى بعبده وجاب ام ابيها، وما انا الا بشر مثلكم. الله ما رح يحب محمد اكثر مني، بس محمد حب الله اكثر ما انا بحب الدنيا. في فرق، وين انت مستوى عقلك هوني، مستوى فكرك، مستوى قلبك، انطوى، استوى وانطوى. بس استوت التفاحة وقعي، وبس تستوي عندك طاقة الصعود، law of gravity، بس انت بتصير تشوفها. The age of the gods، انتبهوا هلأ عصر هالأيام هو عصر الآلهة. مشان هيك عارفين انه بالهند ما رح يكون في حرب، عرفوا بعلم. نعم، هالإساءة بدها ترجع لي. بتزرع خير بيرجع لك خير، بتزرع شر بيرجع لك، اسمها كارما. فإذا ما بدي هالسببية، كون أنا السبب بسبب تسكير الباب عندي. ما في باب بيني وبين الله، أقرب إليه لحبل الوريد لحوجه وبلب القلب. ليه بدي انبهر بهالسحر وبهالشعوذة؟ ومن البيان لسحرة موجود. شو العمل؟ اعقل وتوكل. أنا ما فيني شد فيك، إذا شديت بكون خلعتك قبل الوقت. بدعي لك بقلبي، بدعي لك بطرق كتيرة، بجرب إني يكون مثل لإلك إذا فيك تفهم. بتطلع باللي قدامي بيقلي أنا كنت مطرحك، وتطلع لورا بيقلي أنا كنت هوني. مين السالكي؟ بس ما فيني غير حدا. فرادا أتيتم، فرادا تعيشون، فرادا ترحلون، حتى بالجماعة فرادا. بس بطمئن قلبي إنه في إلي جار، قديما كان الجار للجار لو جار، هلأ الجار مفشي الأسرار ومئزي وما فيني خبركن شو عم بعيش أنا جهنم مطرح ما عني عايشة ببيروت. Pyramids and stone circles، هالأهرام اللي انبنت من هالحجر المميز. وشفتوا خوفه هو يلي الشمس مرة بالسنة بتضوي هون، عاملين طاقة خصوصي كيف بتبرو. ليه بدكم ترجعوا إلى الجسد تحنطوه؟ كل مرة غير سيارتك بترجع بنفس السيارة؟ ما الله بيعطيك سيارة جديدة يعني. من ممر إلى ممر، جسر عم تقطعه. فسن انت شو اخذ معك من جسر الى جسر؟ medicinal wheel، هالطاقة وهالعزقة هي سبع احوال فينا. ما بتتغير العزقة، انت بتغير المحور، بتقوي النور اللي عندها. وبتعرف ليش وكيف. غذائكم دوائكم اول خطوة، بعدين بيتغير الفكر. وقت انت بتتغير بهالطاقة، العقل السليم بالجسم السليم، رح تبلش بغير فكر،
بتصير من أهل الذكر على منابر من نور في لحظة الموت والقيامة. هون البتولية، فاطمة الزهراء، فاطمة البتول. بس هالشيطان اللي قاعد هون بيعملنا سني شيعي كاثوليكي بروتستانتي، شفتوا شو عم بصير من 20,000 سنة لليوم؟ مش هلأ شي جديد، هيدا معروف شو بده يصير. نعم، كيف فينا فلاينج سوسرز؟ في كتير هلأ بيشوفوا نايزك هيدا، شو هاي؟ صحن طائر. وكيف عم بتطير؟ ما بدها إنسان، هي لحالها. بس مين عم بيطيرها؟ 50,000 كوكب ومجرات هلأ فيها مي. العلم عم بيشوف. حطوا مليارات الدولارات يلي طلعوا على الأقمار الاصطناعية تيعرفوا إنه أي قلم بيقدروا يكتبوا فيه، بقلم رصاص. والقلم الرصاص الحوي هون جربوا أشياء كتير، وعلى عم نصرف أموال للمبذرين، إخوان الشياطين. وما في زوم محمد شق القمر بإصبعه، علي عمل يساريات الجبل. ما بدنا سكايب، لا ما بدنا هون. كلوز انكاونترز، وجها لوجه مع ناس يلي هن من اهل الجهل، من اهل الشر. ما فيك تغيرون، امرق معهم وفيهم وشكرا والسلام عليكم. ما تحاورون ابدا، ما بيعود فيهم يفرقوا بين اهل العقل واهل الجهل. انت عم تحاورون تتغيرون يعني؟ اتركهم مطرح ما هن، هلا دورهم هون. العالم كله بدمار شامل قريبا. قال له شو رأيك بالحرب العالمية الثالثة؟ قال له ما بعرف الثالثة، بس بالرابعة ما بضل حدا يخبر عن الثالثة. Where do they come from؟ منين بيجوا هودي اليوفوز؟ في عندهم أرض كمان. نحن نايزك بيروح، مدري شو عم بيوقع نايزك، بيجي منه مي، ومن الماء كل شيء حي. بس الحي اللي فينا ما بيموت، هو الحي مع الحي. هالألوهية ما بتموت. مش نقول ما في الله، يمكن تقول ما في الله، الله ميت ولا شيء، بس الألوهية the godliness ياهو، هالصفات 99% فيك وفي ما بتنقال. بالنسبة لك الله هو كلمة، منا كلمة، منا كلام، هيدا مقام ما فيك تفهمها أنت، ما حدا في يفهمها. Beyond understanding، أبعد من الفهم، أبعد من أي إبداع، أبعد من أي كلام. ما فيك تقولها. إنه هالأطفال لما ما بيحكوا ما بيفهموا، بلا بس ما بيعرفوا يحكوا، بس بتطلع بالطفل يا الله شو حلو، بكون عم يرضع إذا أمه عم بترضعه، وبيجي بيو بفلت الحلم وبيطلع بالمرة وبيصير يبكي. تركيه الغريب، منو هي؟ هو ببطنه شايف وجهها الحقيقي بالرحم. في أجمل وأحسن تقويم على صورة الله ومثاله، يعني الله ما له صورة، بس إنه تيقربوها لينا هالكلمة. مشان هيك المسيح حطوا صورة، صرنا نشوفه مثل ما شفناه بالكنيسة. إجا محمد قال نور من نور، ما إلها حدود، ما إلها شكل. هيدا الشكل الخارجي كومبوست للأرض، هيدا كله بيموت. منين بيجوا؟ ما فيك تعرف ابدا. كل هالسولر سيستم، هالطاقة الشمسية حواليها بصير في طواف وطواف وطواف، بعدين بصير في نعم بتروح يمين ويسار، بعدين إسراء ومعراج. أمكم الأرض، عمتكم النخلة، طبقات من المعرفة، طبقات من الطاقة، ما لها حدود، وكلها موجودة بهالوجود، وموجود في كل الوجود، وفيك انطوى العالم الأكبر. هلأ العلم عم بيقول شو هن؟ Atomic View of Solar System، أبعد من أي بعد، أبعد من أي علم، بس بيعرفوا إنه حول هالطاقة الشمسية ما فيك تعرف قديش في كواكب، ما فيك بتصورها بتشوفها كيف. هون وقت بتقول حطيت صورة، كيف صورتها؟ هيدي صورة أخدوها لهالطاقة بهالكواكب، بس ما فينا نفهمها بالعلم، أبعد من حدود العلم.
بتحسها، الأطفال بتحسها، الطبيعة بتحس لما بيعرفوا في هزة وزلازة، الجرادين، البسينات، الفيران، البقرة، كلهم عايشين حياة طبيعية، بلشوا يعطوك صوت وبيعطوك نداء، الكلب كلهم، العصافير. بس لأن إحنا ما بقى نفهم. نعم في كتير بهيدا العلم ما فيك تعرفها. يا الله هاي الشمس، هاي القمر، هاي النجوم، كيف كلهم بيرقصوا مع بعضهم وبيتناغموا، وهيك جسدنا بيتناغم مع بعضه كلهم، كل أعضاء جسمي، كل المسارات، كل آية في القرآن الكريم ما في آية مثل التانية، ونفس الآية بتتغير كل لحظة لأنك أنت عم تتغير مثل النهر ينهر. مساراتك 12 بتتغير بال 24 ساعة، مشان هيك وقت بتصوم، وقت بتاكل، وقت بتصلي، وقت بتدعي، هيدي طاقة عم بتحطها فيك. والكتاب الوحيد اليوم عم بيعترفوا بالعالم العلماء بيقولوا ما في إلا القرآن، لا الباغافات جيتا ولا الإنجيل، ولا كلهم كتب هيدا بعد المسيح، هيدا من بعد بوذا محمد، باللحظة نزل القرآن، نزل الآيات. قالوا هو، قال له أنا ما بقرأ، قال له باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك. بيوسين بالمسيحية باسم الآب، بالإسلام باسم الله الرحمن الرحيم. هالثلاثية، هالجفر، كتير قرب لبعضهم. الحقيقة وحدة بس بأواني مختلفة، بس نحن عم نختلف على الأواني، ما بنفهم المعاني. نعم the biological lifespan of the solar system. هلأ العلماء عم بيقولوا ما عنا العلم تنقدر نشارككم فيه بأسرار هالكرة الأرضية، هالبلانتس هاي كيف بتتواصل، كيف انت بتروح على الكعبة، هالكعبة بغير كعبة بغير كعبة، كل كوكب فيه كعبة، وكل إنسان فيه كعبة. هاي اللي جوا بتحكي مع هاي اللي برا، وهاي اللي برا بتحكي مع هاي اللي جوا، في تواصل مع غيره مع غيره مع غيره مع غيره. بتحط طاقة نور أو طاقة نار، نحن شو عم نحط؟ مثل ما بتزرع بتحصد. ميت شو بيعيش معهم هون؟ مش عم بيحكيهم، عم بيختبرهم. How hot is the sun؟ قريبا رح يكون الحرارة 70 هون حد إسرائيل، بدهم يعملوها 70 حتى الإنسان يموت بقى بطريقة سهلة بدون ما تتكلفوا حرب ودمار وأدوية وأمراض. كل من عليها فان، قال الحبيب خلصنا. شو ما رح يصير بدنا نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هيدا الكلمة الحمد، الصمد، المدد، الأبد، السند، كل كلمة، كل حرف باللغة العربية نعم له أسرار كتيرة. بس نحن بدنا نضل نقعد ونشكر، بس ما في إلا الشكر. وبالشكر بيقول بتصير أنت تتواصل بالحياة بكل مجرة، بس بالشكر بالشكر بالشكر، بتفوت وبتلاقيهم كلهم أهل ذكر وشكر. لأن إحنا ما فينا نعمل شيء، كل شيء فيني أعمل غير نفسي من الشر إلى الخير، واثنينهم بعرفهم وبتواصل أنا بهالكواكب والمجرات بأي طريقة اللي كان، بالأفكار، بالنوايا، أشهدوا بشوفهم وبروح لعندهم بياخذوني. بأمريكا في كان 11 شهر برنامج يومي ساعتين اسمه The Other Side، شوفوا.